واتفاقيات من خلال زيارة الرئيس أردوغان بعد تماثله للشفاء مباشرة وزيارته لدولة الإمارات. الحقيقة أنا بالنسبة لي أرى هذا احتراما للعرب بشكل عام واحتراما للمنطقة العربية ولمنطقة الخليج بشكل خاص من القيادة التركية. فور تماثله للشفاء نفذ فورا الزيارة التي كانت مجدولة، رغم أنه في يعني يفترض أنه كان يأخذ فترة من النقاهة وكذا، ولكن الرجل يعني كان يريد أن يفيد أو يستفيد من تطوير العلاقة مع الإمارات. ورد الزيارة والوفاء بوعده كما قلنا، هي دولة تفي بوعودها. فولي عهد أبو ظبي زار تركيا وتمت دعوة الرئيس أردوغان لزيارة الإمارات العربية المتحدة، فامتثل وذهب الرئيس أردوغان ومعه كامل قوته الدبلوماسية وكامل فريقه، ووقعت عشرات الاتفاقيات. هناك نحو 12 مليار دولار أمريكي سوف يتم ضخها في جسد الاقتصاد التركي خلال الفترة القصيرة المقبلة. هذا سيؤثر الحقيقة على سعر الليرة التركية مقابل الدولار، وأيضا سوف يؤثر على الضغط على التضخم والضغط على الأسعار التي يتوقع خلال الأشهر المقبلة أن تتناقص في السوبر ماركت وبالنسبة للسلع الاستهلاكية.